يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. استأنس البيوت ضد الوحش. والناس اللي قاعدين في بيت وبتاع وبيتهم ومش عارف ايه محدش بيدخل لهم ولا يخرج ولا بتاع خلاص. اي غريب لما اداك انس يبقى فيه واحده بقى ايه بيمان. من قبل ما يجي بقى لازم يدي زي مقدمات كده. والملك هناك يقول لك ايه؟ يا اهل الله مش بيقولوا كده؟ نضرب بالسقافه نشوف ولد صغير كده هناك تعالوا يا ولد انت نقول لهم مش عارف ايه؟ يعني اعمل انت عشان يستشعروا ان حد جاي ليه؟ قال لك لان البيوت كل واحد له مصاريف. يجوز ان يكون اللي في البيت على شيء لا يحب ان تراه عليه. اما كرامه له هو واما كرامه لك انت. طب افرض ان الست قاعده كده وهي كانت قاعده بتاكل في جنكه البيت والولد ابنها قاعد كده انشق في مدخل البيت كده وبعدين جه واحد دخل لقى لكن لما يستأنس ويستأذن ومش عارف ايه ويعمل له ايه صح؟ ايه؟ على طول يبقى بدون كرامتك. اي تكون على حاله هي ما يصحش ان ايه؟ يشوفها عليها. اي تكون مثلا قلبت ولا بيها مهزله زي ما بيحصل في البيوت. يبقى اذا لما بنستأنس ونسلم نجعل اهل البيت عندهم انس بان في حد جاي. الحاجه اللي تأذيه او تأذيني نروح ايه؟ نعمل يقول لك ده حتى الرجل في بيته دي بيوت غير بيوت ده بيته النبي لما يقول لك ان كنت مسافر اياك ان تطرق اهلك ليلا بس بره للصبح وبعدين يدخل الصبح ليه؟ قال لك لجواز ان تدخل على اهلك في حاله شعثة مغضبه وانت جاي متشوق ومش عارف ايه تزهد فيها وتعمل مش عارف ايه. فخليها كده علشان تبقى على عرفة انك انت. اذا كان ده بيتك انت يبقى في البيت الاجنبي لازم يحصل ايه؟ لازم يحصل اثنان يستانس والايه؟ والمسلم. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم. خير لمين؟ للكل. من مع اللي يبقى عند اللي جاي يقعد كده يدخل علينا عشان يتجسس علينا ولا يشوفنا على كيف ونمنعه ان يرى شيئا يؤذيه مش صح ان حتى ابو الست يجيه يدخل وكانت الست وجوزها عمالين بيتخانقوا يمكن ضاربين بعض ويمكن عاملين في بعض اللي بينعمل وفاكر يجيه كده بدون استئذان يعني ينفجر والمسألة تحقق فيها مضاعفات لأن خلاف بين الزوجين يمكن ينتهي كده وبعدين غير. فلما يحصل الأنس والكلام يوم الكلام عادي يقول لك اصبر لحد ما إيه؟ ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اوعوا ما دام أنا قلت كده اوعوا تجيب دي عن بلد ولا تقولش يا مثلا ده الأهل ده مش عارف ده إيه قرايب ده مش عارف صديق ما فيش كلام من ده. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا ما تدخلوهاش. طب لأنك أنت جاي من البيت للمكان ولا للمكين؟ أنت جاي للمكين. طب ما فيش حد هتدخل بقى إلا كنت عايز بعد تشوف إيه اللي جوه وقاعد عمال تتلفظ. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. يؤذن لكم طب ما هو أنت بتقول ما فيش حد فيه ما كانش فيها حد ما فيش حد. يمكن بقى اللي كانوا بره ويقول اتفضل اتفضل انا جاي لهم مثلا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم لانه ما ياذنش لكم الا وقد امن صاحب البيت او من يتولى الاذن انه ان يرى شيئا لا يؤذيه ولا يؤذيهم. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم لانه لما يقول لك ارجع وبعدين تتمسك منك انت بليت ايه يبقى على طول فيه ريبه. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اذكى هو اطهر وابعد عن الايه؟ وابعد عن الشبه ودع ما يريبك الى ايه؟ ما لا يريبك الى ودع ما يريبك الى ما لا يريبك. هو اذكى لكم والله بما تعملون ربنا عالم بخائن النفوس. عالم بخائن النفوس. يعني مثلا يمكن يقول لك الله طب يا فهم
احنا قلنا نرجع نكلم ايه اللي نخليه واقف يعني واللي بره يشوفه واقف كده على الباب. طب هو واقف ليه؟ ما فيش حد هنا يعني. مسألة ذنون كثيرة وربنا عارف دقائق النفوس فبيمنع المسائل قبل ان ايه؟ قبل ان تقع. ليس عليكم جناح. سيدنا ابو بكر لما نزلت الايه دي قال له يا رسول الله انا قوم تاجر بنتاجر وبنروح بلاد ملناش فيها بيوت ولا لنا فيها اهل ولا لنا، فبنضطر ننزل الخانات عشان نحط مطعم ونبات وناكل ونشرب. فنزلت الايه ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه مفيش فيها اهل زي الفنادق. انا استاذن على باب الفندق، استاذن في محل التجاري اللي انا عمال بشتري منه، استاذن في اي خان، استاذن في الحمام، مش غير مسكونه مفيش فيه. يبقى ده حرج كبير قوي. وما دام ولذلك يقول لك ده مكان عام، مكان عام يعني له قوانين غير المكان الايه؟ غير المكان الخاص. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة أي بقوم مكفوسين فيها استمتاع لكم، عايز تنام عايز سم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال لك آه، ما هو كمان الحتة اللي فيها متاع لكم يمكن المتاع من المحرمات، وأنت تقول ما دام فيها متاع تدخل بقى، لازم يكون في حيز الإيه؟ في حيز المأمور به.